اهلا بحضراتكم من جديد، بينورنا وشرفنا في الاستوديو الاستاذ وليد دينهم الناقد الرياضي الكبير. استاذ وليد اهلا بك. اهلا بك امير، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. عندنا كلام كتير جدا مهم، ومن الجانب التحليلي تحديدا قبل مباراه الغد مع الاتحاد السكندري، لكن خلينا في البدايه، انت حابب تبارك لمحمد صلاح؟ اه طبعا، انجاز صلاح بيعمل انجازات ما سبقلوش ليها قبل كده لعيب كره او رياضي مصري بشكل عام. فحابين نبارك له من هنا، وكمان هو بينافس للموسم الثالث على التوالي على افضل لاعب في افريقيا. بالظبط. يمكن الانجاز ده ما فيش لعيب قبل كده وصل له، يمكن كان كابتن الخطيب بس اللي خدها في الثمانينات، ودلوقتي صلاح مرتين، وان شاء الله نتمنى له الثالثه وان كانت صعب. عندك برضو بمناسبه المنافسه على جواز الكاف، طارق حامد لاعب الزمالك، لاعب الزمالك لاعب داخل القاره، نتمنى له طبعا افضل، نتمنى له التوفيق. وان كانت المنافسه صعبه مع انيس البدري ويوسف فلايلي، لان الاثنين برضو لو بالارقام هم ارقامهم، خاصه ان هم مع منتخباتهم، واحد واصل مربع ذهبي في بطوله افريقيا، وواحد واصل واخد بطوله، يوسف فلايلي واخد بطوله افريقيا، فدي برده مهمه وبتفرق. لكن بنتمنى له التوفيق، لعيب مهم ولعيب مؤثر في لمنتخبنا وفي ناديه. بنرجع لصلاح. صلاح طبعا امبارح واخد بطوله كاس العالم للانديه اول مره، طبعا يمكن الاهلي سبق له شارك كذا مره بس ما حلفوش التوفيق ان هو وخد احسن لاعب في البطوله، وخد احسن لاعب في البطوله، وبرده كان الاهلي يمكن كان في كان في 2006. بس بنبارك لصلاح، صلاح يستحقها طبعا. كمان صلاح يعني حاجه تشرف، حاجه أكيد ان انت بيبقى عندك لاعب مصري، مجرد بس ان هو بيناطح على الجوائز العالميه دي مع ميسي ورونالدو والناس دي، دي حاجه في حد ذاتها فخر كبير جدا. ان هو يكون موجود في افضل 10 في العالم، افضل 5، افضل 5 كمان في العالم، السنه اللي فاتت التالت، سنتين، ده حاجه كبيره جدا، ده حاجه ممتازه. انت عمرنا ما عشنا احنا الحاجات دي، يعني انت عمرك ما عشتها، واتمنى ان احنا نشوفها في لعيبه تانية قدام. يا رب يا رب. واتمنى ان صلاح بعد نهايه او مع اقتراب نهايه عصر ميسي رونالدو، المعادله الصعبه دي اللي استمرت مسيطره على الكره 11 12 سنه، اعتقد ان حظوظ صلاح السنه الجايه السنه اللي بعدها هتبقى اعلى كتير في المنافسه، ممكن ربما مع كيليان امبابي، مع ماني. اعتقد ان الثلاثه دول ممكن السنه الجايه او السنه اللي بعدها نشوفهم هم الثلاثه، واحد واثنين وثلاثه، ويكون ميسي ورونالدو خلاص انا شايف ان هم بره. صلاح بنتمنى له التوفيق. صلاح هو اول مصري يفوز بمونديال الانديه، اول مصري يفوز بافضل لاعب في مونديال الانديه، اول مصري يفوز بدوري ابطال اوروبا، اول مصري يوصل نهائي دوري ابطال اوروبا، اول مصري عمل كل حاجه، اول مصري لا في الرياضه حاجه قويه جدا، اول مصري يفوز بسنتين ورا بعض هداف بريمير ليج. انت بتتكلم على اقوى دوري في العالم. احنا لما عمرو زكي جاب 10 اجوان وقعد اللعيب اللي عندك اللي بيطلع اللي انت بس بتتفرج اللي بيشارك انت بتفرح مجرد نزول الملعب. فبالك بقى، لا ده بيدغدغ اعتى مدافعي العالم واقوى حراس العالم، وبيسجل فيهم وبيطلع الهداف عليهم. الموسم الاول لصلاح في ليفربول 32 هدف، وبيكسر مين؟ بيكسر هاري كين اسطوره انجلترا، اللي هو بيسموه مكنه التهديف بره. هاري كين جاب 30 وصلاح 32. الموسم الثاني صلاح 22 ومعاه ساديو ماني 22 وباميانج 22. فلا حاجه ممتازه. لعيب انت بتتفرج عليه بيكسب فرقته نهائي دوري ابطال اوروبا. بالظبط. دوري ابطال اوروبا ده اللي احنا كنا بس يعني ان انت بس يعني بتقول يا فلان ده شارك في دور تمهيدي. بالظبط. انت دلوقتي عندك لعيب بقول لك واصل نهائي واخد البطوله. فلا صلاح حاجه تفرح، نتمنى له التوفيق، نتمنى له يستمر على نفس المستوى. عنده السنه دي هدف كبير جدا، وهدف البريمير ليج اللي غايب بقاله فتره طويله جدا عن ليفربول. بس هم قربوا، هم مش قربوا، يمكن انا مش عايزين نسبه الاحداث، بس بالنسبه لكبير علوم مبروك. اصل انت دلوقتي بتتكلم في ليفربول 49 نقطه ومتاخر ماتش كمان، والمركز الثاني ليستر سيتي 39، والمان سيتي 38، تشيلسي بيلعب دلوقتي مع توتنهام، تشيلسي 29، توتنهام 26، ادي الخمسه اللي قدام. انت بتتكلم في 49 فرق 10 بونت. ولا وانت عندك كمان حاجه ثانيه، انت يوم الخميس الجاي ليفربول هيلعب ليستر. ليفربول لو كسب ده تقريبا قتل البطوله خلاص. يعني قتلها، هو وجه ضربه كبيره للسيتي وعطله، بالاضافه ان السيتي بين قوسين هو عمال يعطل نفسه طول الموسم ده. طب امتى كمان لما لعبته مواجهتكم المباشره اللي هي المفروض بستة بونت بينك وبينه، وانت كسبته. طب المواجهه المباشره مع المنافس الثاني ليك اللي هو قريب قوي اللي هو ليستر سيتي، اذا كسبته او على الاقل خالص حافظ على فرق ال 10 بونت. بالظبط. يعني على الاقل، بس انا اتوقع ان ليفربول لو كسب فرق 13 نقطه خلاص. انت بتتكلم دلوقتي، انت دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم الفرق 10 بونت، انت لو كسبت خلاص انت خلاص يعني ليستر ومانشستر سيتي. بس لسه ناقص دور كامل. ما هو لسه ناقص دور كامل، وبرده لازم ليفربول يتعلم من درس السنه اللي فاتت. انت كنت فارق 7 بونت. 7 ولا 8 كمان. فارق 7 بونت، 7 بونت ده فرق كبير جدا في الكوره. يعني تعالى قيسها هنا في مصر، لما الاهلي بيفرق 7 بونت وتحس ان فرقه قربت منه، انت بتلاقي جمهور الاهلي اتجنن. قربت بس مش عدته. طب الموسم السنه اللي فاتت انت فارق 7 بونت في ماتش مواجهه السيتي، انت خسرت الفرق رجع 4، رجعت اتعادلت ماتش في ماتش بقى هو السيتي اللي فارق عليك نقطه، وفضل السيتي على كده 16 ماتش متتالي بيكسب. صح. خلاص ما وقعش تاني. نروح نتمنى له التوفيق. نروح للاهلي، بكره مباراه صعبه جدا مع الاتحاد السكندري، وشايف المباراه ازاي
وهل هي ممكن تبقى مباراه مقفوله ولا مباراه مفتوحه فنيا هنتمتع ولا لا؟ رؤيتك للمباراه هي قمه الموسم ده، قمه الموسم ده لسبب أوه. انت بتتكلم ايه؟ انت بتتكلم على الاهلي اول الدوري ووصيفه دلوقتي هو الاتحاد. الاتحاد عامل موسم كويس جدا، يعني خلينا نبدا بالاتحاد. الاتحاد ماشي كويس مع الكابتن طلعت. كابتن طلعت من المدربين اللي هم المخضرمين والمحترمين جدا من النواحي التكتيكيه والخططيه. مدرب مش من السهل عليه اللي هو تقول يعني بعد المباراه بيجي مثلا اي ناقد ولا اي حلل يقول لك المدرب ده وقع في كذا وكذا. كابتن طلعت اخطائه قليله جدا كمدرب، من المدربين اللي بيذاكر المنافس جداً بشكل ممتاز، بالذات لو المنافس ده اهلي ولا زمالك. كابتن طلعت عنده من الخبرات ان هو يقدر يلعب مع الفرق الاقوى منه. الحاجه الوحيده اللي مرجحه كفه الاهلي بكره قبل ما نتكلم على فنيات، التاريخ. التاريخ يمكن كابتن طلعت ما سبقلوش كسب الاهلي الا مره واحده، 2008 تقريبا كان بيدرب اتحاد الشرطه، اتعادل ثلاث مرات وخسر باقي المواجهات كلها. لكن الكره او تحديدا الموسم ده ما فيش حاجه اسمها تاريخ طبعا. الموسم ده انت عندك معطيات، المعطيات بتقول ايه؟ انت الاهلي انت الافضل، انت الاقوى، انت اقوى هجوم 19 جون، انت اقوى دفاع داخل فيك هدف واحد بس في مباراه اسوان اللي انت كسبتها 5-1، ما دخلش فيك جوان تاني. انت 21 بونت، انت المتصدر رغم ان انت لاعب مباريات اقل من المنافسين كلهم، مع ذلك انت المتصدر. دي كلها مميزات. طب تعالى بقى نبص على الاتحاد السكندري، هو فين من الارقام دي؟ الاتحاد السكندري هو الوصيف بتاعك، 20 بونت، الفرق بونت واحد. هو لاعب مباراتين زياده عليك، لكن الفرق قريب. ما فريق الاتحاد كمان من حقه يطمع ان هو فريق جماهيري وفريق كبير، من حقه يطمع ان هو يبقى على قمه الجدول. لو كسب هو على قمه الجدول صح. ويجي يقول لك بعد كده الاهلي يتعطل في مباراه ثانيه جايه، يبقى انا خلاص ضمنت ان انا ابقى على القمه. فهو الراجل برده بيبص لها كده. حاجه ثانيه، ان احنا بنقول الاهلي اقوى هجوم، طب والاتحاد فين؟ الاتحاد هو ثالث اقوى هجوم، الاتحاد هو مش ضعيف. الاتحاد مسجل 12 هدف في 9 مباريات، معدل كويس، معدل ممتاز. ده معدل اعلى من فرق ثانيه كتيره كبيره. هو اكتر فرق مسجله مين؟ الاهلي 19، بيراميدز 16، الاتحاد السكندري 12 ورا بعض. طيب من ناحيه الدفاع، من ناحيه الدفاع هو ثاني اقوى دفاع بعد الاهلي. يعني الاهلي ما انا عشان كده بقول لك هي مباراه قمه الموسم ده. صح صح صح. القصه مش ان لا، القصه في كل الارقام قريبه صح. يعني انت بتلاقي دايما الاتحاد مش بعيد، الاهلي الاول في الحاجه، الاتحاد الثاني او الثالث ما بيبعدش عن كده. فبالتالي انت قدام فريق ومنافس محترم ومنافس قوي. دخل فيه كام هدف الاتحاد؟ دخل فيه 5 اهداف بس. ما هو الاتحاد المقاولين 6، الزمالك 7، ادي الدفاعات، انت دخل فيك جون واحد. انت الفريق الوحيد اللي دخل فيك جون واحد، انت الفريق الوحيد اللي عامل 6 كلين شيت. ما فيش فريق ثاني عملها ما شاء الله. لا في ارقام، بص مش معنى ان انت فارق قوي برضو. ما هو انت المباراه بتاعت بكره دي، انا من وجهه نظري دي تالت اهم امتحان لفايلر من ساعه ما جه. اول اهم امتحان كان الزمالك في السوبر، حلو. تاني اهم امتحان كان النجم في تونس. تالت اهم امتحان بكره. انت لعبت 7 مباريات في الدوري. مباراه الاسماعيلي بتعتبرها ايه؟ مباراه الاسماعيلي، ما هو الاسماعيلي اسم كبير وفريق تقيل. بس الاسماعيلي مش بنفس قوه الاتحاد الموسم ده. بس الاهلي كان عنده غيابات كتير. عنده غيابات والاسماعيلي لعب مباراه الشوط الاول كانت جيده جدا. الاسماعيلي اللي وقعه تراجع اللياقه البدنيه في الشوط الثاني. ودي بقى الميزه، انا كنت معاك هنا من اكتر من شهرين وقلت لك بحذر من اللياقه البدنيه. فايلر تقريبا واضح ان هو الراجل فعلا بيشتغل من اول يوم على اللياقه. لياقه الاهلي دلوقتي غير لياقه الاهلي اول ما مسك فايلر. اول ما مسك فايلر كنت بتلاقي الاهلي مديها 70 بيلعب وبيقدم مباراه، بس خلاص ما هجومه مش بنفس الفعاليه. مش بنفس الكفاءه، حتى اهدافه بيبقى بالكتير قوي هدف ويبقى مسجل 3 من الشوط الاول. لكن دلوقتي انت اخر مباراتين انت بتكسب في اخر 10 دقائق صح. او اخر 12 دقيقه. دي لياقه. لو انت اللياقه عندك مش عاليه، مش عند الفرقه عاليه، انت مش هتعرف تكسب. انت هتيجي الدقيقه 70 جت عليك ما جبتش اجوان، خلاص الماتش خلص 0-0. انا قصدي يعني مباراه الاسماعيلي كانت تحدي مهم برضه. ما هو تحدي مهم، تحدي مهم. بس انا شايف ان ماتش الاتحاد بالنسبه اصعب بالنسبه للفاير. اكيد اكيد بالنسبه للفاير. ما هو انت خلاص، حكمنا على فاير وحكمنا عليه من شهرين ان هو مدرب ممتاز. بس برضه ما زلت انت في محطات مهمه عايز تشوف الراجل. الراجل اتحط في مواقف صعبه قبل كده واجتازها. حتى ماتش النجم اللي انت خسرته، اللي هو الماتش الوحيد اللي انت خسرته، انت في اسباب كتيره جدا بره ايدك. لكن انا لو هحاسبك على الفنيات يا فايلر، لا انت كنت كويس. هحاسبك على الفنيات. يعني انا فايلر في الماتش ده الاهلي خسر، النتيجه اتسجلت، الاهلي خسر 1-0. لكن في النهايه انا ناقد رياضي وانت اعلامي، وظيفتنا نحلل صح. النتيجه خلاص الراجل ما كانش موفق. حصل ظرف، جيم الحكم طرد له واحد بعد 10 دقائق يعني كده عمل مباراه طرد كرتوني. تعالى بقى احنا نتكلم كنقاد، نتكلم كنقاد ايه الاداء عامل ازاي؟ الاداء كان كويس. وانت ايه؟ وانت بين قوسين انت ناقص لاعب صح. وانت اكيد تقريبا داخل الماتش ناقص لاعب. انت 10 دقائق والدقيقه 11 ايمن اشرف بيطرد طرد مالوش اي علاقه بالكوره. لان برضو ده يعني احنا بنناشد الاتحاد الافريقي، المباريات الكبيره ما ينفعش يا جماعه، ماتش نجم وماتش اهلي الاثنين كبار قوي، وما ينفعش تروح تجيب لي حكم دون المستوى صح. يا سيدي انت عندك حكام كويسه، غريب عندك حكام كويسه. انت عارف انه الماتش هترجع تقول لي ده لسه في الادوار المجموعات، انا معاك انه في ادوار المجموعات. ما هوش في المربع الذهبي، بس الفريقين اسمهم ايه؟ ده نجم
في ارضه واهلي صح، اتنين من اكبر الانديه جوه القاره، يبقى لازم حكم يبقى في نفس مستوى الفرقتين. ما تروحش تجيب لي الحكم يبقى هو الضلع الواقع في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الماتش. بالظبط يبقى انت تجيب لي حكم تقيل. فين يا سيدي حكامك الكبار بتوع افريقيا؟ ما هو انت الفار بتتكلم ان انت عندك امكانيات ومشاكل. طب بسيطه خالص، انت عندك اربع خمس حكام تقال، منهم حكم مصري. المصري طبعا مش هتجيبه عشان في طرف مصري، في اتنين تلاته تانيين، ما جبتش واحد منهم ليه؟ خاصه انت في نفس الجوله كل الماتشات اللي كانت تقيله عندك هم تلات ماتشات، يعني وزع التلات حكام بتوعك تقول عليهم مثلا. القصه بمنتهى البساطه، لكن انت رحت جبت لي حكم متواضع جدا، انا اول مره اسمع عنه. الاهلي خد خطوات في القصه دي في الحقيقه، خطوات مهمه جدا. ما هي خطوات اللي يهمني خلاص الماتش عدى والنتيجه وخلاص. الخطوات يهمني عشان اللي جاي اللي طبعًا. جاي عشان فرقنا، عشان فرقنا ما تتعرضش لده. اهلي بقى، زمالك، المصري، بيراميدز، الفرق بتاعتنا اللي بتمثلنا ما تتعرضش لده، لان دي نقطه سلبيه للاسف في مباريات افريقيا وبتعاني منها الفرق المصريه على مدار عقود. لكن انت المفروض وصلت لمرحله من التطور في كره القدم بشكل عام، المفروض افريقيا ما تبقاش بعيده قوي كده عن العالم. يعني خليك قريب. انا مش بقول لك يا سيدي طبق لي الفار خلاص، في امكانيات وبتاع، هات لي دايما حكم من حكام النخبه في المباريات الثقيله. ما تروحش يعني انا مثلا خطا زي ده، لو الاهلي بيلعب منافس متواضع الاهلي سهل يتدارك حتى ب 10 لعيبه ب 10 لعيبه وهيكسب. لكن ما تجيش يبقى المنافس بتاعك النجم وتنقص لي واحد من الاهلي، طب ما النجم هيكسب، انت كابتن تديله الماتش. صح. طيب نرجع لمباراه الاتحاد. اتفضل. مباراه الاتحاد انا زي ما بقول لك ثالث اهم اختبار لفايلر. طيب تعال نشوف الاول الاهلي عايز ايه من المباراه وبيوصلها ازاي والاتحاد. هو طبعا قولا واحدا الاهلي عايز المكسب اكيد. طيب مع المكسب انت عايز ايه؟ دي اهداف الموسم اللي فات الدور الثاني 2-0، كان ماتش برضه كسبنا في اللحظات الاخيره. ما عايز اقول لك برضه بمناسبه الموسم اللي فات، مناسبه الموسم اللي فات انت كسبته امير، انت كسبته امير قوه منظومه النادي الاهلي، منظومه قوه، انت ما كسبتوش برضه، انت كان عندك تحفظات. انا كان عندي تحفظات كتير على سارتي. اوكي، انت بتتكلم على مجمل الموسم. انت مجمل طبعا. طبعا. طب ما دي حاجات احنا اوكي دي متكلمين فيها. لا ما اصل النجاح في الكوره يا امير، نجاح الكوره اي فرقه كوره على مستوى العالم في مصر بره، النجاح لازم له ثلاث حاجات وبيتضاف عليهم حاجه رابعه. الثلاث حاجات اللي هم الاساسيين هم ايه؟ الاداره، وحط تحتها 200 خط طبعا، دي اهم ما انا بقول لك 200 خط اهم عنصر. ثاني حاجه الجهاز الفني، يبقى عندك مدرب قوي وجهاز فني قوي. ثالث حاجه لعيبه. صح. طيب بلس الجمهور اكيد لازم يبقى أكيد. انت الجماهيريه بس الاداره اول حاجه. لان في فرق كتيره قوي عندها جماهير كبيره جدا وجوه مصر، لكن عندها اخطاء اداريه من فعلا. ادارتها فعلا. وبتعاني فعلا. في النهايه الجمهور مش هينزل يجيب لك البطوله، الجمهور يدعمك، الجمهور يساعدك. الجمهور هو الكريزه اللي على التورتايه، بس لازم الاول يبقى فيه تورتايه. فالاداره عندك نمره واحد. انت بقى الموسم اللي فات كسبت الدوري باداره ولاعيبه، باداره ولاعيبه. اداره ازاي ولاعيبه ازاي؟ انت السنه اللي فاتت عندك سبع ماتشات انت كسبتهم من الدقيقه 88 وانت طالع، يعني 21 بونت. انت كنت متعادل وبتكسب من الدقيقه 88 89 90 بلس 90 وقت بدل ضايع بتكسب. صح صح. طب السبع ماتشات دول 21 بونت، تعال نشيل 14 بونت دول على اساس ان انت كنت هتاخد نقطه لو تعادلت. تبص لنفسك طلعت سرت الدوري. طب هو ده كان لسارتي؟ اللعيبه كانت بتيجي، انت عندك في مجموعه لعيبه جوه الاهلي، يعني لو عايز اسمي لك حسام عاشور، احمد فتحي، لعيبه شمال افريقيا تحديدا بيبقى الروح عندهم عاليه جدا بشكل عام، سواء بيلعب في اهلي او غير اهلي. صح. معلول، وليد ازارو، يبقى عندك دايما في الاهلي في 6 7 روحهم عاليه جدا. اللي هو ملوش دعوه بالمدرب بره، الاهلي خسران انا بموت نفسي. صح. مفيش حاجه اسمها الاهلي خسران متعادل. وده اللي حصل السنه اللي فاتت. وده اللي حصل بس السنه اللي فاتت. ما عشان بس نرجع لها بمناسبه الاجوان اللي كانت بتعمل السنه دي. الكابتن طلعت هيلعب ازاي بكره مع النادي الاهلي؟ انا ما اعتقدش انه يلعب مباراه مفتوحه، ومفيش مدرب هيلعب مباراه مفتوحه. ما اعتقدش رغم الامكانيات اللي عنده. هو عنده اوراق رابحه يقدر يتعب بيها الاهلي. الاوراق الرابحه بتاعته ما يقدرش، مفيش مدرب في مصر كقاعده عامه بقى كابتن طلعت او اي مدرب تاني في مصر مع اي فرقه في مصر تلعب الاهلي جيم مفتوح 90 دقيقه. مستحيل. اللي هيلعب مع الاهلي جيم مفتوح 90 دقيقه هيبقى بيلعب بالنور. يعني ممكن تبقى استراتيجيه بكره كابتن طلعت. استراتيجيه كابتن طلعت بكره التامين وده انا متاكد منه، مع الثلاثي الهجومي بتاع كابتن طلعت. يعني كابتن طلعت هيبقى عنده هيلعب باربعه 3-3. اعتقد ان هو قلب الملعب لازم يلعب بثلاثه، لان هو عارف خطوره الاهلي، وعارف مع فايلر ان انت بتلعب استحواذ وبتلعب سيطره وفرص. فما اعتقدش ان هو يلعب 4-2-3-1. هو الكابتن طلعت كان بيحب يلعب 4-2-3-1، لكن اعتقد ان هو بكره هيلعب 4-3-3. لازم واحد ثالث في قلب الملعب. طب الخطوره كلها او الاوراق الرابحه عند الكابتن طلعت المثلث اللي جوه، المثلث اللي جوه اللي هو احمد رفعت، خالد قمر، ورزاق سيسي. طيب كمان خليني اقطعك بس عشان اقول قائمه الاهلي، خلاص تم الاعلان عنها بشكل رسمي مباراه الغد امام الاتحاد السكندري، ونرجع نكمل الحديث عن هذه المباراه. في حراسه المرمى شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي زي ما قدام حضراتكم على الشاشه كده. في خط الدفاع ايمن اشرف، سعد سمير، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد، واحمد فتحي، ومحمد دهاني. خط الوسط حسام عاشور، عمرو السليه، محمد مجدي قفشه، وليد سليمان، احمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، اليو ديانج،
وفي خط الهجوم مروان محسن، وليد ازارو، وجونيور اجاي. كده بقى بيغيب رامي ربيع عن مباراه الغد بسبب الاصابه او بسبب عدم جاهزيته، لانه اصابه بسيطه الحمد لله. امبارح كان في تاكيدات من كابتن سيد عبد الحفيظ، لكن نقول ان هو الراجل مش جاهز مش جاهز بنسبه 100%، والجهاز الفني ما يحبش يستعجل اكيد في عوده بعض اللاعبين. رايك في القائمه؟ طيب لا هو متوقعه، بس حته رامي ربيعه انت زي ما بتقول، هو لا هو على فكره جاهز وجاهز 100%، بس زياده تاكيد خاصه ان انت اصل فايلر دلوقتي بيفكر في ايه. فايلر هيطلع من ماتش الاتحاد، ودي الجزئيه اللي كنا هنتكلم فيها، عنده معركه في افريقيا، عنده بلاتينيوم. الماتش ده بلاتينيوم ما هواش الفريق اللي يخوف الاهلي، ما هواش الفريق اللي انت تبقى شايل حسابه زي النجم. لا هو الفريق خسر مباراتين بس برضو ما فيش حاجه اسمها في افريقيا مباراه سهله. انت خلاص، انت دلوقتي الكره في افريقيا ما بقتش زي الاول، ما بقاش زي الاول الفرق هتيجي تخسر 7 و8 وتمشي. لا بلاتينيوم اللي خسران ماتشين ده ممكن يعمل معاك مفاجاه، ممكن يزعجك. فبالتالي انت عندك مباراه مهمه. طب انا ليه جازف بربيع النهارده؟ صح. يعني انا ليه جازف بربيع النهارده خاصه ان انا عندي الحلول وعندي البدايل وعندي اللعيبه الجاهزه، ما عنديش مشكله. وهو عارف فايلر، واكيد دارس فرقه الاتحاد، وزي ما انا بقول انا متوقع ان فرقه الاتحاد مش هتلعب جيم مفتوح. طب طالما مش هلعب جيم مفتوح انا مش محتاج ربيع، لان المنافس بتاعي مش هيلعب جيم مفتوح عليا، المنافس بتاعي هيامن ويلعب على المرتده. طيب اذا هيبقى ايمن اشرف موجود، مين هيجوره؟ سعد ولا متولي؟ اعتقد سعد متولي. ربما ياخد فرصه من بعد ماتش بلاتينيوم. من بعد بلاتينيوم هياخد فرصه، خصوصا ان متولي لسه راجع من متولي لسه راجع من اصابه طويله. انت متولي عندك اخر مره شفناه بيشارك كان في مباراه السوبر مع الزمالك. طيب انت بتتكلم في 3 شهور، فتره مش قليله خالص. فما ينفعش تدي له ماتش اتحاد وماتش قوي. طيب. وما ينفعش تدي له ماتش افريقي. نرجع للكابتن طلعت يوسف عشان نستفيد في الحديث عن الكابتن طلعت. زي ما بقول هيلعب مباراه تامين. اخطر عناصر عند الكابتن طلعت هو المثلث الهجومي. المثلث الهجومي هو فيه 4 لعيبه هيبدا فيهم الكابتن طلعت. الكابتن طلعت بثلاثه، خالد قمر لا خلاف عليه. الجناحين احمد رفعت ورزاق سيسي. اعتقد لا خلاف عليه. الثاني هيبقى يا رزاق سيسي يا اوكوي اللي لسه راجع من اصابه وغاب الماتشين اللي فاتوا. اعتقد ان هو اذا حب الكابتن، يعني الكابتن طلعت لو بدا بال4 يبقى هيلعب واحد فيهم مهاجم متاخر او في دور مركز 10، ويبقى ساعتها هنا الكابتن طلعت بيخالف توقعاتي وبيهاجم. يعني لو بدا بال4 الكابتن طلعت يبقى هيلعب ماتش مفتوح مع الاهلي وداخل عايز اكسب. لو الكابتن طلعت لعب بثلاثه من الاربعه دول يبقى زي ما انا متوقع الكابتن طلعت هيلعب جيم متزن، جيم يامن فيه ويلعب على المرتده. خاصه ان هو عنده ويملى نص الملعب. يملى نص الملعب بسبب انت ما فيش مدرب. تعالى بس شوف تكتيكات فايلر بيعمل ايه الماتشات اللي فاتت. ما هو الكابتن طلعت برده اكيد اتفرج على الماتشين الثلاثه اللي فاتوا للاهلي. لما في ماتش زي حرس الحدود، عشان برده الناس اللي طلعت اتكلمت على الكابتن طارق العشري وانت بتدافع طول الماتش، يا جماعه ما فيش مدرب في مصر هيقدر يهاجم الاهلي 90 دقيقه. عشان بس ما حدش يطلع يقول اصل الكابتن طارق العشري دافع. الكابتن طارق العشري ما كانش فيه حلول قدامه يعملها. هو عارف كويس ان مع فرقه زي الاهلي ومع فايلر ومع لعيبه بالمنظر ده ومع فرقه فايقه كده، لو هاجم، لو فكر يهاجم بيلعب بالنار. الماتش هيفتح منه بنتيجه كبيره. الراجل حقه الراجل بيلعب في امكانيات فرقته والامكانيات اللي معاه. الامكانيات اللي معاه بتقول ان انا احاول امن ودافع، وكان قريب من نقطه التعادل. انت الاهلي كسب في الدقيقه كام؟ في اخر 10 دقائق. انت كنت قريب فعلا من التعادل. يعني في النهايه الراجل لو كان خرج بنقطه كان هيبقى نجح واستراتيجيته نجحت. فما تجيش تلومه. طب تعال انت فرجني، اللي بيلوم الكابتن طارق، تعال انت لاعب الاهلي وفرجني هتهاجمه ازاي. يعني فرجني هتلعب جيم مفتوح مع الاهلي ازاي ايا كان الفرقه اللي انت بتدربها. فما تجيش تهاجم الكابتن طارق او تيجي تقول الفرق بتدافع قصاد الاهلي. طب ما يا حبيبي الفرق مجبره تعمل كده. الفرق ما بتبداش تهاجم الاهلي الا بعد ما بيخش فيها جون واتنين، فيبدا خلاص عايز يعوض. يبص تلاقي النتيجه كبرت، بدليل ان اول مباراه للاهلي خالص كان بيكسب 3 و4 و5. صح. الاهلي لو جاب جون بدري في اي فرقه هيكسب نتيجه كبيره. هيكسب نتيجه كبيره ليه؟ الفرقه هتبدا تتحرر، انت بقى هتزود الثاني والثالث والرابع. ومع فايلر بيكسر سلبيه مهمه جدا في الكره المصريه اللي هو حته انا جبت جون واتنين خلاص هامن. لا فايلر مفيش عنده الكلام ده. فايلر طول ما الماتش شغال انا عايز اجيب جوان. فدي ميزه كبيره الراجل بيضيفها للكره في مصر. طيب الكابتن طلعت عارف الكلام ده كله. كابتن طلعت ما هواش مدرب، ده مدرب كبير ومدرب قديم ومدرب مخضرم. ده مدرب في مره انا فاكر موقع الفيفا الرسمي كان ذكره كده في مره كتب عليه مورينيو المصري. والله في مره من المرات انا قريتها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي كان كاتب عنه خبر حاجه معينه وكان كاتب عليه مورينيو المصري بيقول ان هو من اكتر المدربين في مصر اللي ليها تكتيكات بيعتمد على الدفاع شويه لكن ليه تكتيكات وفنيات وعالي وفنيات عاليه. فمدرب ما هو لو مش مدرب مميز مش هيوصل ل20 نقطه. صح. دي ال20 نقطه دول انت عندك فرق كبيره ما عرفتش تجيبهم. صح. هو لو اصل القصه انت النهارده هتبقى موفق، تاني ماتش هتكسب حظ، تالت ماتش ربنا هيعديك. طب بعد كده انت لاعب 9 ماتشات الاتحاد كسبان 6 منهم. طب هقول لك كسب 1 حظ 2 حظ، طب والاربعه التانيين؟ ما هو لازم انت تبقى مدرب كويس ولاعيبتك كويسه عشان النجاح منظومه. صح. النجاح باكج. صح. النجاح التوفيق هيبقى موفق النهارده. طب وبعدين؟ فالكابتن طلع كسبان 6 ماتشات. الكابتن طلع خسر مباراه واحده بس كانت اول مباراه في الموسم مع الزمالك، خسرها 1-0، بعد كده ما خسرش تاني. الكابتن طلع اخر مباراتين
كسبان 3-2 المقصة وكسبان اف سي مصر 2-1. لا ده انا عايز اقول لك بقى على حاجه ثانيه، كابتن طلعت في اخر مباراتين دول عنده نسبه الفعاليه، مش بقول التهديف، الفعاليه الهجوميه عنده الاعلى في الدوري كله. ودي الفعاليه الهجوميه، الفعاليه الهجوميه يعني ايه؟ كابتن طلعت يوسف في مباراه مصر المقصة 8 فرص على المرمى، منهم 3 اون تارجت، الثلاثه دخلوا. الثلاثة اللي اون تارجت دخلوا. مباراه اف سي مصر الكابتن طلعت ليه 3 فرص اون تارجت، دخل منهم 2. طب ده معدل مرعب طبعا، ده معدل طبعاً. مش قليل. طيب تعال انت نشوف الاهلي فعاليته الهجوميه اخر مباراتين عامله ايه. لا فعاليه الاهلي اخر مباراتين قلت. قلت ازاي؟ الاهلي لما يكون ليه 6 فرص على المرمى ويجيب جون، لا ده قليل، ده قليل. 6 فرص، بس الاهلي صنع فرص كتير ماشي على المرمى. ما انا اللي يهمني الفرص اللي بتكلم عليها، الفرص الاون تارجت اللي هي فيها الفرصه فعالية. اللي هي فيها اللي هي الفرصه اللي هي خلاص جون. خلاص لما اكلمك ان فريق ليه 3 فرص وجاب الثلاثه هنقول صدفه. طب تاني ماتش ليه 3 فرص برضه اون تارجت وجاب 2. لا هنا مش صدفه، هنا مش صدفه. هنا عنده لعيبه عندها قدره، انها عندها اللمسه الاخيره مميزه. عنده لعيبه بتعرف تخلص، عنده لعيبه بتستفيد جدا من الضربات الثابته طبعا. طب فريق الاتحاد دي عناصر القوه اللي فيه، اول حاجه المثلث الهجومي، تاني حاجه الضربات الثابته، فريق الاتحاد بيستغلها كويس جدا، تالت حاجه الفعاليه الهجوميه. طب الثلاث نقط دول فايلر عارفهم؟ اه فايلر عارفهم. طب فايلر عموما بشكل عام، فايلر بيذاكر المنافس كويس لكن ما بيغيرش سيستمه. يعني فايلر مش اللي هو ان النهارده هلاعب الاتحاد، طب الاتحاد خطر، طب انا هلعب باثنين ارتكاز صراح. لا فايلر ما بيغيرش سيستمه، بس بيدي زي ما نقول ايه، بيدي مهام اضافيه لبعض اللعيبه. تمام، السيستم العام ما بيتغيرش. فايلر انت ممكن يكون ليك مهام معينه في مباراه معينه، لكن مباراه اخرى هيبقى ليك مهام مختلفه. هقول لك مثلا زي مين، هقول لك زي مين، زي وليد سليمان. وليد سليمان برده في حاجه بالمناسبه عايز اتكلم فيها. وليد سليمان يمكن كنت بتفرج على مباراه الاهلي الاخيره والقبل الاخيره مع حد زميل ناقد رياضي، فقال لك هو وليد سليمان ليه ما بيلعبش 90 دقيقه، هو ليه فايلر بيغيره؟ يا جماعه فايلر راجل فاهم كوره، فايلر عارف كويس ان هو هياخد من وليد سليمان كفاءه عاليه جدا في 60 دقيقه. طيب وليد سليمان يقدر يكمل ال 90 دقيقه، هيلعبه وهيبقى حلو، بس ال 30 دقيقه الاخرين مش هيبقى نفس كفاءته 60 دقيقه. خاصه بقى ان وليد سليمان من اكتر لعيبه في الملعب اللي بتاخد مهام من فايلر، بياخد مهام دفاعيه وهجوميه مزدوجه. وليد سليمان ده بتبص الكره هتترفع عرضيه، وليد سليمان ده اللي داخل جنب جونيور رجاي، وليد ازارو عامل مهاجم تاني. طب الكره اتقطعت، وليد سليمان من اول الناس اللي بتلاقيها ترجع مع السوليه وقال ديانج يقفل. طب ما هو ده مجهود زياده. طيب على وليد سليمان نقطه الضعف اللي في فريق الاتحاد الاسكندري ايه؟ انا مش شايف فريق الاتحاد بصراحه نقطه ضعف، انا مش شايف اصل سبب. انت بتتكلم برضو زي الاهلي، انت بتتكلم عن ثالث اقوى هجوم وثاني اقوى دفاع، فمستحيل تتكلم تقول اوه خلي بالك نقطه ضعف كذا. او انا مش شايف ان هي فرقه ده هو ده. طيب. هو كمان عنده 2 ارتكاز عاليين جدا في حته الخروج بالكوره. نور السيد ومانجا ده دول بيخرجوا بالكوره كويس جدا جدا، وبيلعبوا على الارض وبيشتتوش الا في حاله الضروره. فاتنين بيساهموا في عمليه بناء الهجمه، وكمان بيمدوا المهاجمين بكرات طوليه مع سرعات على الاجناب. مع فرقه زي الاهلي وفايلر بتلعب هاي لاين، انت هنا ممكن يشكل عليك خطوره. فاكيد اكيد اكيد فايلر. اذا هي اقوى مباراه بكره في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، اقوى مباراه للاهلي في الدوري. اقوى مباراه خاضها الاهلي بشكل عام مع فايلر كانت الزمالك ثم النجم. طبعا. دول اقوى مباراتين لفايلر، لكن اقوى مباراه لكن في الدوري حتى الان، حتى الان هي الاقوى في الدوري. وهي طيب. وهي كمان اللي هتقدر من خلالها تطمن على جاهزيتك لافريقيا وانت رايح لبلاتينيو ان شاء الله باذن الله. هتبقى مباراه غايه في الاهميه، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها باذن الله تعالى. بالتالي انا عايز اتكلم معاك شويه على الاهلي وكيفيه تفكير مستر فايلر في هذه المباراه، وتتوقع استراتيجيته بكره تبقى عامله ازاي. لا هو فايلر انا كل ما اتوقع له حاجه يفاجئني. يعني فايلر اكتر مدرب انا شفته بيفاجئني من ساعه ما جه. ليه توقعاتك كلها صح يعني؟ لا توقعاتي كلها مش صح، يعني انا بقى متوقع مثلا ان هو هيلعب، يعني ما فيش حد في مصر فايلر جه اول مباراه خالص كنا بنلعب كانوا سبورت بره. الراجل اللي هاجم بصلاح محسن ما كانش حد يتوقع انه هاجم، وصلاح محسن جاب جول. وكان مقدم مباراه عاليه، وكان وليد سليمان لسه راجع من الاصابه لعب بيه وجاب جول. لعب عادي الجونين اللي انت جبتهم باثنين لعيبه انت ما كنتش حد يتوقع انهم هيشاركوا ساعتها. لا تعالى بقى في الزمالك. يوم الزمالك انت ميتشو ساعتها وفايلر الاثنين حاولوا يلعبوا بسلاح المفاجاه. واحد نجح والثاني زي ما بنقول ردت في صدره. ميتشو عمل مفاجاه جلت منه، لكن فايلر ساعتها عمل ايه؟ ده نزل لك جونيور اجاي اللي هو بقاله شهور ما بيلعبش. ده جونيور اجاي كان مع لاسارتي ما بيلعبش، وفتره بعد لاسارتي ما بيلعبش، ونسمع انه عنده مشاكل بدنيه، ونسمع انه مش جاهز، ونسمع انه وزنه زاد، وينزل في الاخر مع ماتش الزمالك ويجيب جونين ويبقى اهم لعيب ونجم المباراه. لا ده يبقى المدرب ده بقى يعني ما هو حاجه من الاثنين، يعني المدرب ده فاهم قوي. مقتنع انت قوي بمستر فايلر؟ ما هو لسبب، انت كوره في مقدمات بتادي النتائج. انا المقدمات شايفها. ما هو انا شايف دلوقتي اصل برضه القصه ايه؟
يجي لا بس انت حتى مقتنع بخلاف التحديات الصعبه اللي ممكن يواجهها يعني قبل التحديات دي انت هقول لك ليه هقول لك ليه مدرب مش كويس مدرب ممتاز وسبق وقلتها وبعيدها تاني وباكد عليها افضل مدرب اجنبي دخل مصر في اخر 10 سنين هو فايلر مفيش مدرب لسبب هو المدرب الوحيد اللي دخل من المدرسه الحديثه المدرسه اللي بتلعب كره متطوره فايلر دخل وفي جيبه شويه تكتيكات حديثه ما كانتش بتطبق قبل كده في مصر مفيش مدرب في مصر قبل كده مع اهلي مع زمالك مع منتخب بيلعب هاي لاين معاك اللعيبه ومعاك الامكانيات ما كانش لاسارت ما كانش بيلعب كده مفيش مدرب مارتينيول اللي هو اسم كبير جدا في عالم التدريب ودخل الاهلي من كام سنه ما لعبش هاي لاين طب انت فايلر بيلعب معاك هاي لاين لسبب بسيط انت الاهلي مع برضه بالعقل انت مفيش يعني انت بتبدا المباراه لو ما بتلعبش هاي لاين المنافس بيبقى خايف منك اول ربع ساعه بحكم اسمك وبحكم تاريخك وبحكم لعيبتك ايا كان المنافس مين طب انت ما تستغل الادفانتج ده الفرصه دي وتروح تضغط وتخلي الخصم كده 90 دقيقه يعني خلي الخصم كده 90 دقيقه انت ليه تخليه اول ربع ساعه وبعد كده يبدا يعمل كام باص ويطلع بهجمه عليك وياخد ثقه منك ما هو في النهايه انت بتلعب 11 قصاد 11 والفرقه الثانيه فيها لعيبه كويسه برضه بس هو بيبدا خايف منك انت استغل دي مستر فاير بيستغل دي مستر فاير هو اول لاعب اول مدرب في مصر كلها اتنين صنع لعب قفشه وليد سليمان محدش قبل كده جربها محدش قبل كده جربها زي ما انور جوزيه برضه في الفتره لما جه الاهلي عمل كام تكتيك جديد كده ابهر بيهم الدنيا وسيطر بيهم على الدوري وعلى افريقيا كام سنه صح. كان برضه شويه تكتيكات محدش لسه دخلها الكوره في مصر اول واحد كان يلعب اتنين ارتكاز طيب كان طول عمر الكوره في مصر يلعب ارتكاز واحد وقدامه اتنين بعد الاعلان عن القائمه تتوقع التشكيل يكون ايه بكره تعالى نتوقعه مع بعض كده في حراسه المرمى الشناوي لا ما هو في مراكز لا خلاف عليها ماشي خلينا الشناوي اعتقد هاني اعتقد معلول لا انا اعتقد ان هو ممكن يفاجئني اصلا ما هو فتحي موجود في فتحي فتحي جاهز ويمكن الكابتن سيد حتى قال امبارح الثلاثه جاهزين بس هو زي ما بقول لك هو مستر فايلر فضل يريح ربيعه يعني يديله راحه زياده اعتقد ان هو ممكن يفاجئني ويلعب بفتحي قلب خاصه ما بعد ما حصل ماتش الهلال يعني بعد ما وجربه قبل كده ده فتحي اصلا هو اصل كلمه جوكر دي مش من شويه فتحي بفتحي متمرن يلعب لك في كذا مركز فما عندوش مشكله كمان مستر فايلر بيحب حاجه في المساك بتاعه انت ما تبقاش دفاعيا بس عالي في مدافعين في الاهلي كدفاعيا قلبين دفاع قلوب دفاع اعلى كتير من فتحي لان فتحي دي مش مركزه لكن فتحي بيدي ميزه كبيره لمستر فايلر بيخرج الكره صح مستر فايلر بالنسبه له قلبين الدفاع يعني صناع لعب من ورا انا بقول ربما انا بقول ربما لان انا شايف مستر فايلر عملها قبل كده ونجحت واحمد فتحي نفسه متعود عليها كمان ان احمد فتحي انت دايما كمان المدرب بيحب دايما في خطته بيبدا 11 لعيب او 10 لعيبه وحارس مرمى ال 10 لعيبه دول يحب يبقى فيهم 3 4 جواكر عشان لما يحب يغير التكتيك يفاجئ الخصم يعني احمد فتحي ده بدات بيه مساك فجاه عايز اجيبه يمين فجاه عايز اجيبه ارتكاز فجاه عايز اجيبه شمال بيلعب في كل حته ما شاء الله طب انا عندي لعيب بيديني يعني امتيازات عاليه جدا فنيه وتكتيكيه يبقى ابدا بيه في لعيبه كتير في الاهلي فيها الميزه دي فايلر كمان المباراه اللي فاتت يمكن خلينا بس نكمل التشكيل وارجع لك تاني الراجل ليه كام هاني ومين تاني اعتقد هاني ومعلول معلول مفيش ماشي معلول اوكي الاثنين مساكين الاثنين اعتقد ان ممكن يفاجئني فتحي اصل انا دايما بحاول انا دايما بحاول احط نفسي مكان فايلر من كتر المفاجات اللي انا شفتها منه بحاول افكر هو ممكن يفاجئني بايه يعني انا دلوقتي مش بفكر نورمال انا بفكر هو ممكن يفاجئني بايه فانا ده بيبقى عنصر ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي لان المدير الفني اللي هيقابلك مش عارف انت هتعمل ايه ما هو مش عارف وحاجه ثانيه انت كل المفاجات اللي عملها فايلر قبل كده نجحت بالظبط انا لسه بعيد معاك من اول ماتش مع كانو سبورت ثم الزمالك كمل بقى لحد النهارده كل ما بيجي يفاجئ فرقه اول مره خالص فايلر يلعب باتنين صناع لعب كان قدام الجونه انت كسبت 4 انت فاجئت الجونه ليه الجونه بتلعب بتكتل عالي انت فاجئتها باتنين صناع لعب وثلاثه مهاجمين عملت عليها طوفان صح نص الملعب نص الملعب السوليه عوده السوليه وتالق ديانج وتواجد لا السوليه السوليه لا خلاف عليه مع كامل احترامي لتالق ديانج السوليه اهم لعيب في توليفه فايلر هو لعيب مهم جدا في الحقيقه مش مهم جدا ده مهم بشكل لا تتخيله السوليه خلينا نكمل التشكيل وهرجع لك تاني عند السوليه السوليه قفشه وليد تمام هيبتدي بوليد ولا لا 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 هيبتدي بوليد هيبتدي بوليد هو انا ارجح ان هو هيبتدي بيه لان هو المره اللي فاتت هو نزل وليد اخر 25 دقيقه ما بداش بوليد يوم الاسماعيلي طيب وينج رايت وينج ليفت مين اعتقد ان هو ممكن يلعب باجاي وينج والشحات ما اعتقدش ان هو هيبدا بالشيخ ما اعتقدش وهيلعب بازارو ازارو خاصه ان هو على حد ما اعرف يعني ان هو يعني ازارو خلاص عشان الناس كانت كتير اتكلمت على ان ازارو ماشي ازارو مش عارف ايه لا ازارو بنسبه كبيره مش ماشي مفيش الكلام ده ازارو مكمل والراجل مقتنع بحاجات فيه وبيعايز يطور حاجات تانية الراجل حتى كان ما هو ده طبيعي جدا اصل وده دور المدرب انت عندك في ايه انت عندك اتنين مهاجمين اقوياء جدا في الاهلي بس المشكله المميزات اللي عند ده مش عند ده فبيضطر مستر فايلر كل مباراه يشوف اضحي بايه على حساب ايه يعني وليد ازارو عنده مميزات رهيبه لكن عنده عيب او اتنين
اجاييه عنده مميزات رهيبه لكن عنده عيب او اتنين. المميزات اللي في اجاييه مش موجوده في ازارو. اجاييه بيقف على الكوره حلوه قوي. اجاييه مهما كان اللي حواليه اتنين تلاته ما بيفقدش الكوره. اجاييه كمان رؤيته عاليه جدا في صناعه اللعب لزمايله. اجاييه ممكن ينزل ويلعب مركز 10 هو كمان ما عندوش مشكله. بالاضافه ان اجاييه مرن جدا. اجاييه ممكن يلعب جناح يمين جناح شمال مهاجم ممكن يلعب مركز 10. المرونه دي مش في ازارو. ازارو ما يلعبش لسنتر فيروت. ازارو ما يلعبش لمهاجم. ازارو ما ينفعش يلعب جناح. لو لعب جناح مش هيأدي بنفس الكفاءه. طب العكس بقى ازارو في ايه مميزات مش موجوده في اجاييه ومش موجوده في حد جوه الدوري المصري. ازارو اعلى معدل تسارع للعيب جوه الدوري. ازارو اكتر لعيب بيضغط على الدفاع حتى من قبل ما يجي فايلر. هي دي طريقه فايلر. لكن من قبل ما يجي فايلر ازارو كان بيعملها من نفسه. دي امكانيات لعيب. ازارو كان بيروح يضغط على المدافعين. ازارو احنا نفتكر في السوبر قبل اللي فات هو اللي كسبك ضغط على الحارس وخد منه الكره وسجلها. ازارو بيعمل الحكايه دي. فدي مهمه جدا في توليفه فايلر. فايلر من المدرب اللي بيضغط عالي فعنده لعيب زي ده سريع جدا وقوي جدا فعارف ان هو هيغلط اي دفاع. لكن المشكله بقى عند ازارو ايه؟ الفينش لازم يتطور عنده. حاجه ثانيه رؤيته مش زي اجاييه. عشان كده دايما تحس ان هو مثلا الماتشات المهمه قوي مستر فايلر بيلعب باجاييه رغم ان هو عارف ان اجاييه مش بنفس سرعه ازارو. ازارو سريع جدا. طب بالتالي ما مباراه بكره مهمه قوي ممكن يلعب باجاييه كمهاجم؟ ما هو ممكن يلعب باجاييه بس انا اعتقد انه هيلعب الاثنين. اعتقد انه هيلعب الاثنين لسبب انت عارف ان الاتحاد انا ده كله باني توقعي ده على فرضيه ان الاتحاد مش هيلعب ماتش مفتوح. الاتحاد ممكن يفاجئني بكره. انا قلت لك لو الاتحاد هيفاجئني بكره هيلعب بالاربعه اللي احنا قلناهم. لو لعب بالاربعه دول يبقى الاتحاد بيهاجم. لو لعب بالاربعه دول يبقى الاتحاد هيهاجم يعني هجمه وهجمه والماتش رايح جاي. لكن الاتحاد لو لعب بثلاثه بس منهم يبقى في سبعه من العشر لعيبه دول مجهود دفاعي. طب لما يبقى عندك تكتل زي ده انت عايز تحله. ما انت برضو اجاييه لما يلعب جناح اجاييه على طول بيخش لجوه بيضم لجوه. فلما انت يبقى عندك كثافه جوه منطقه الجزاء وكثافه في وسط ملعب وراه انت بتضمن اكتر من حاجه. بتضمن اولا الفرصه بتاعتك لو هتسجلها ما سجلتهاش هتاخد السكند بول وتفضل تعمل هجمه ثانيه من جديد وتفضل زانق المنافس بتاعك في ثلث ملعبه. فانت عايز لعيبه تنفذ لك الفكر ده. كمان الاتحاد ما هواش الفريق يعني مثلا ما هواش الترجي في افريقيا في ملعبه فاللي انت هتلعب يبقى ازارو. لا انت ممكن تلعب بالاثنين. انا ممكن فايلر كمان انا دلوقتي بيبقى عندي ساعات هاجس يلعب بالاثنين بس واحد فيهم يبقى شاطر. لا انا ممكن ممكن فايلر يفاجئني خالص ويلعب بخطه ثانيه. اصل فايلر كل ثلاث اربع ماتشات ممكن يجرب لك تكتيك جديد. انا فايلر يعني فايلر في بدايه مباراته خالص كان بيلعب 4 2 3 1 الكلاسيك اللي احنا عارفينه. هل الكلام ده ممكن يعمل لخبطه عند اللاعبين في اذهانهم؟ لا لعيب محترف لعيب المحترف لعيب المحترف لعيب الكبير. اصل انت في الاهلي مش بيجيب اي لعيب. اصل احنا بنشوف برضو في دوريات اوروبا ولا كلهم محترفين وكل حاجه ممكن مدير فني يكون بيجرب اكتر من تكتيك على مدار فتره كبيره فاللاعب يشتت من واجباته بالظبط ما تبقاش محدده بيحافظ على حاجه معينه. كلامك ده صح لو بيتغير مدير فني. كلامك ده صح لو اللعيبه جودتها قليله او كفاءتها قليله او عقليتها الاحترافيه قليله. طب انت بتتكلم في الاهلي. الاهلي جوه مصر هي اعلى جوده في لعيبه اعلى عقليه احترافيه منظومه كلها ناجحه. فانت عندك خامات اللعيبه اللي تنفذ لك فكرك. انت كان فاضل بس يعني دايما انا كنت بشوف الحلقه اللي ممكن يبقى فيها مشاكل جوه منظومه النادي الاهلي هي المدرب. لان انت باستمرار عندك لعيبه في اخر 20 سنه عندك لعيبه مميزه عندك اداره مميزه. دايما الحلقه اللي ممكن يبقى فيها مشكله هي المدرب. طب انت دلوقتي معاك الحلقه دي قويه جدا فايلر. فالثلاث حلقات بتوعك اللي ينجحها اي سيستم اقوياء جدا. اللعيبه بتاعت الاهلي يا امير ده انت كلمه روح الفانيلا اقترن بلعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي بيبقى عندها روح وحماس وعقليه ومفيش خامه لعيبه اللي هو ايه في لعيبه كتير ولعيبه كبيره ومهاراتها عاليه جدا بس عادي الفرقه خسرانه واحد تحس ان اللعيب ما عندوش روح. تحس ان اللعيب مفيش مشكله موظف. طيب انت بتتكلم في جزئيه صح على فكره جزئيه ان هو دي ممكن تشتت لعيبه لكن المدرب الفاهم هو اللي بيبقى عارف لعيبته هتتشتت ولا لا. فايلر ما غير الطريقه اكتر من مره. ثلاث مرات فايلر بيغير الطريقه بالاضافه ان هو احيانا في قلب المباراه الواحده بيغير الطريقه اكتر من مره. طيب انا عايز اسالك سؤالين سريعا. السؤال الاول مين اكتر واحد يقدر يعوض غياب رمضان صبحي؟ يعني رمضان غاب المباراه اللي فاتت لعب مكانه مين ساعتها جاي؟ الشيخ او احمد الشيخ عفوا هو اللي لعب. انت شايف مين اكتر واحد يعوض غياب رمضان صبحي؟ فايلر. ازاي؟ في التكتيك يغير التكتيك. فايلر لان رمضان يعني اتوقع البديل المناسب جدا ليه يعني لو احنا في يناير دلوقتي كنت هقول لك كهربا لان كهربا ده لعيب مميز جدا ولعيب عالي ولعيب فنياته عاليه وبالاضافه ان هو كمان جوكر هجومي ده سنتر فيرود شغال جناح شغال فما فيش مشكله. لكن حاليا انت بترجح ان التكتيك هو اللي هيتغير. اترجح التكتيك لسبب مستر فايلر جرب دي الماتش اللي فات. الماتش اللي فات اوقات كتير اصلا الوينجين بتوعك الشيخ والشحات كانوا هم اللي بيخشوا صناع لعب في القلب. وبتبص تلاقي الخطوط. طب لو ما غيرش التكتيك يبقى مين؟ لو ما غيرش التكتيك اعتقد هيلعب باجاييه وازار المهاجم. طيب توقعاتك للنتيجه؟ اعتقد تعادل او 1-0 للاهلي فرق جون.
يا تعادل يا فرق جول للاهلي. ما اعتقدش انها المباراه المفتوحه العاليه اللي هتخلص فرق 3 او 4. لا انت ما هو اللي بيحكم المباراه المنافس. اكيد المنافس. المنافس بتاعك محترم جدا وقوي. طيب جدا. خليني اعيد على المشاهدين قائمه النادي الاهلي اللي تم الاعلان عنها منذ دقائق لمباراه الغد امام الاتحاد السكندري. زي ما حضراتكم شايفينها قدامكم على الشاشه، في حراسه المرمى شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، خط الدفاع ايمن اشرف، سعد سمير، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد، احمد فتحي ومحمد هاني، خط الوسط حسام عاشور، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، وليد سليمان، احمد الشيخ، وحسين الشحات، وجيرالدو، واليو ديانج. في خط الهجوم مروان محسن ووليد ازارو وجونيور اجايين. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد وخطوه جديده اخرى هامه جدا في مشواره في هذه البطوله. يا وليد نورتنا وشرفتنا. انا اللي سعيد وانا معاك. بشكرك حبيبي. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ وليد زينهم الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بروز يوسف كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، وكلمنا بنظره تحليليه لمباراه الغد ما بين الاهلي والاتحاد، وان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. بكره حلقه جديده على مدار 45 دقيقه قبل المباراه عشان نقول كل الكواليس اللي بتتعلق بالفريق قبل لحظات من انطلاق اللقاء. باذن الله الاهلي يكون فائز هذه المباراه. الى اللقاء.